يعني التجربة في سوريا أوضحت عندما يخرج المدنيون هناك من يستقبلهم، هناك من يأويهم حتى يتم إعادتهم إلى أماكنهم وإلى أماكن سكنهم. هناك مئات آلاف السوريين الذين عادوا إلى قراهم ومدنهم وأحياهم وبيوتهم. وبالتالي تجربة سوريا في إعادة المدنيين هو مصلحة سورية من الدرجة الأولى. وأما التطهير العرقي هذا أو التطهير الطائفي، أعتقد هذا آخر ما يفكر به السوريون. أما ما نسمعه من داخل الغوطة الشرقية فلا يتوقعن أحد أن نسمع من يطالب برحيل الإرهابيين من هناك، لأنه بعد لحظات سيقطع رأسه من قبل هؤلاء الإرهابيين. وبالتالي ما نسمعه من هناك هو ما يرضي الإرهابيين فقط. لن نسمع أي كلمة من أي شخص تأييدا للنظام أو تأييدا للجيش العربي السوري. هذا أمر طبيعي نفهمه نتوقعه، ولكن الأمر الأهم هو السماح للمدنيين بالخروج الآمن وبرعاية، ليس فقط رعاية سورية، هناك رعاية الصليب الأحمر. الصليب الأحمر الدولي يطالب بهذا الأمر، يطالب بالسماح للوصول للمدنيين، يطالب بالسماح بخروج المدنيين. هذه الممرات الآمنة التي تقصفها قوى المعارضة المسلحة وما تسمى بالمعارضة المسلحة من جيش الإسلام وغيره، هذه الممرات الآمنة معدة لخروج المدنيين وحماية المدنيين. وبغير ذلك لا يمكن اعتبار الأمر إلا أخذ المدنيين رهائن، حتى كما قلت تتم بشكل أو بآخر مجزرة بحق المدنيين، ويكون هناك تدخل دولي لصالح الإرهابيين.